ونتحول عبر الهاتف هذه المرة إلى محمد إبراهيم مراسلنا من الخرطوم. محمد، هل جد جديد فيما يخص وتيرة الاشتباكات؟ الأمور كما كنا نتابعها كانت تبدو أهدأ على الأقل حسب ما كنا نتابع هذه اللقطات، ماذا عن باقي محيط الخرطوم وباقي الولايات؟ أحمد، ما يقارب الساعة خذت الأوضاع هنا في الخرطوم، هناك يعني هدوء في كل الأطراف، لكن دعني أشير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تقع جنوب الخرطوم، هذا الأمر له تأثيرات كبيرة على المواطنين، خاصة أنهم يعني عاشوا حالة من الهلع والخوف خلال اليومين الماضيين بسبب الاشتباكات التي شهدتها البلاد. وتابعنا يعني من خلال تصريحات الجيش السوداني خلال اليوم أن هناك سيطرة على عدد كبير من المرافق، وأن هناك يعني عدد كبير من الذين كانوا يعملون مع الجيش السوداني وانضموا إلى الدعم السريع عادوا مرة أخرى إلى صفوف الجيش. وأيضا تحدث عن أن يعني البيانات التي تلتها من الجيش تحدث عن أن هناك يعني مجموعة كبيرة من الدعم السريع الآن هم بحوزة الجيش السوداني، وهناك عدد كبير من الجنود استسلموا للجيش السوداني. البيانات التي تلينا من الجيش السوداني تشير بأن الأوضاع تحت سيطرة الجيش، خاصة وأن هناك يعني عدد كبير من المرافق الحكومية التابعة أو المرافق التابعة للدعم السريع قد تمت السيطرة عليها بالكامل، وبدءا من أم درمان والخرطوم البحري والخرطوم، حيث هناك يعني سيطرة كبيرة للجيش، إضافة أن هناك انتشار كبير في وسط الخرطوم لقوات الجيش وسيطرة كاملة أيضا في مطار الخرطوم. هناك أيضا سيطرة بالكامل لمطار مروي، المنطقة التي كانت بدأت منها الاشتباكات أو المواجهات قبل 3 أيام، هناك كانت يعني مواجهات بين الجيش والدعم السريع، الأمر الذي دفع الجيش لإرسال تعزيزات كبيرة ناحية مدينة مروي، والأمثال هناك سيطرة كبيرة من قبل الجيش السوداني. أما بالنسبة للولايات الأخرى وتحديدا في شرق السودان، تابعنا مع بعض يعني البيانات التي وردت إلينا من الجيش عن أنهم سيطروا بالكامل بالقواعد التابعة للدعم السريع الواقعة في مدينتي القضارف والبحر الأحمر، بورشدان الواقع المطل على البحر الأحمر، وكذلك كوستي التي تقع في ولاية النيل الأبيض وهي منطقة متاخمة لدولة جنوب السودان، وكذلك أيضا المدينة التي تقع غرب السودان، هناك كانت مواجهات خلال اليوم، لكن الجيش تحدث عن أنه سيطر على عدد كبير من المرافق. كما يبدو أن المشهد في السودان الجيش يعني تقدم كثيرا، وتابعنا من خلال البيانات التي تؤكد هذه التقدم، وعلى أرض الواقع نلاحظ هناك انتشار للجيش.